تتحول ولا قسم بالله العظيم، ها علي بالحرام لا يجيبك يا ولد، لو انك فاخر الدنيا واخذ فلوسك. مقطع اليوم راح يكون مقطع مختلف. فكرة كانت موجودة عندي قبل، قناتي القديمة قبل 3 سنوات ممكن أو 4 سنوات، سويناها قبل يمكن 8 شهور أو 7 شهور، واليوم راح نسويها بعد عملية تطوير فيها. أيوة وش الفكرة؟ تراني متحمس لذا الفكرة ولي شهر أقول بصورها، وجاء اليوم اللي أفتح فيه الكاميرا وأصور فيه. جو الحكم. طيب قولوا لا اله الا الله. عندنا بدران سوينا قبل فيه مقلب، المقلب هذا باء بالنجاح، اذا بقول باء بالفشل باء بالنجاح. بدران الفتره الحاليه ذي شوي مقصر في اليوتيوب، تزعل خويي وصديقي وحبيبي واخوي بدران، وقبل فتره كلمني قال انه بيرجع يستمر ينزل في المقاطع. قلت جوي انا احب ابداها بدايه، بس الشيء الاول اللي راح اسويه ما فهمت الفكره تفهمونه، تابعوا المقطع بس ولا عليك، بخليك تستمتع لا اجنن فيه لين يذن. فكره يا جماعه الخير بكل اختصار، الفكره هذه لازم تمشي على تفاصيل معينه عشان تنجح، وما راح تخلص في يوم او في يومين، ممكن تاخذ 4 ايام او 5 ايام، وانا احب المقاطع الطويله. تدرون يا جماعه الخير ان عندي مقطع ل 11 شهر لما الحين ما خلصته، والله العظيم يمكن اكثر من 11 شهر. بتشوفونه تحصلون وجهي تغير، الغرفه تغيرت، اشياء كثيره دارت. ولكن نرجع لموضوعنا، الخطه هذه تحتاج اشياء كثيره. نتكلم عن الهكر، ولكن اول شيء راح اسويه راح اسوي نفسي جهه اعلانيه، اني انا شخص ابغى اسوي اعلان، راح اجهز لي رساله عن طريق الايميل واخذها وارسلها لبدران، ولكن برضو احتاج مساعد. يعني تحسبون الفكره ما تحتاج مساعد؟ لا، من مساعدنا اليوم اللي هو نايف اللي كان معنا في المقطع اللي فات. طيب خلونا في المهم، تعالوا خلينا اوري. اكيد كلكم يا جماعه الخير تعرفون الذكاء الاصطناعي، راح ادخل على بدران بطريقه احترافيه اليوم، راح اكتب للذكاء الاصطناعي اريد منك عمل نص، اريد رساله الى يوتيوبر او مؤثر في السوشيال ميديا ويكون لعمل اعلان لدي في قناته اليوتيوب. خلينا نشوف ايش بيعطينا. يا سلام، الحين ضبط النص. النص يقول اتمنى ان تكون بخير وصحه جيده، اود ان اعبر عن اهتمامي بقناتك على اليوتيوب ومحتواك الرائع. انا فراغ وحاط بحط اسمي فهد، واعمل في شركه تصنيع تيشيرتات باسم، حط اسم الشركه وش؟ مورنينج. حلو حس. اي شيء اود العمل معك على انشاء اعلان لشركتي في قناتي. شركتي تعمل في تصنيع وتوزيع التيشيرتات بتصاميم مبتكره وجباره وجذابه، نرغب في زياده الوعي بعلامتنا التجاريه وجذب المزيد من العملاء، لذا نود الاستفاده من شهرتك ونطاق متابعينك لتحقيق هذه الأهداف. إذا كان لديك الوقت والاهتمام في العمل معنا على هذا المشروع سوف نكون سعيدين جدا، يرجى الاتصال بي إذا كان لديك أي سؤال واقتراحات. شكرا جزيلا لك ونتطلع للعمل معك، مع أطيب التحايا فهد. نجهز هذه الرسالة ونرسلها لبدران، وبعد راح أعلمكم ايش اسوي. مشترك مع الجرس بدران، عرض البريد. يا سلام يا بدي، اضبطك باعلان بيرفع ضغطك لين تموت. بعدها اروح اسوي ايميل، والايميل هذا يكون ايميل جديد. ثواني وارجع لكم. وين الايميل يا الربع؟ ايوه قاعد يفتح الايميل، سميته فهد وحطيت ارقام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بعد انشاء رساله واجي الى بدران، موضوع اعلان على قناتك في اليوتيوب. بعدها اروح للذكاء الاصطناعي واقول له كذا وانسخ هذا. جهزت يا جماعه الخير ونحطه هنا نلزقه. مرحبا بدران، يا سلام الشركه مورنينج. ارسال يا الربع، روح اعلمك ايش راح نسوي. ارسلنا راحت الرساله. طيب يا الربع الحين ايش راح نسوي؟ الحين الرساله هذه راح توصل بدران، بعدها راح ارسل له رابط، الرابط هذا راح ادخل فيه الجهاز. الله اني وفق يا اخي، يا حبيبي يا بدران، الله اني احبك. زياده علي يا جماعه الخير، انا مضبط الادسنس حق بدران، والادسنس يطلبون الهويه اللحظه اذا كان في اخطاء الناس حق الادسنس، اذا تبغى الخطا حقك بعد يطلبون منك الهويه. قد صلحتها لبدران، عندي هويته وعندي رقم هويته واسمه كامل وتاريخ ميلاده، واعرف وين مكان سكنه، هذه المعلومات الموجوده عندي. اكلم نايف بقول ميد نايف ارسل لي صور لسياره بدران. يا سلام، بس هنا لا 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 لا، انت هنا وابغاك تسجل لي صوتيه البدران. بدران ابغاك انت كذا قاعد جنبك ويسولف، ابغاك تخلي الجوال يسجل صوت، وباخذ الصوتيه هذه وبقول ميدا برضو اني انا اخترق جميع اجهزتك. وزياده على كذا تحسب وقفنا هنا. لا يا جماعه الخير، اذا جيت تسوي مقطع لازم تتعب فيه، عشان كذا اقول لكم 4 ايام 5 ايام بيستغرق المقطع ذا للحين. بعد تاكد يا جماعه الخير صار بيت بدران في كاميرات مراقبه. يا سلام، كاميرات المراقبه هذه تدخلها عن طريق الشبكه اللي موجوده في البيت، حق كاميرات مراقبه يعرفون. اطلب من نايف ياخذ لي تصوير كاميرات المراقبه اللي بالجوال، يتصل مع الشبكه، هي متصله مع شبكه البيت، ويجيب تسجيلات الكاميرا، وراح اعرضها على بدر. الحد لا ما يعرف من انا. الله، وش بعد وش بعد؟ تابع بس توقف هنا، عيب عليك عيب عليك. بعدين ندخل هديد، الموضوع لعبتي. طبعا بدران يعني شخص عزيز علي وغالي والله العظيم، ولكن اذا شفت المقطع بدران والله عشان المحتوى يعني.
يعني فهمت قبل العيد نبغى نسوي محتوى حلو فهمت. برضو عشان انت برضو بترجع اليوتيوب حرام انك ترجع كذا يا اخي، لازم ادخل لك بمقلب كذا امقلبك فيه الكم يوتيوب يا حبيبي. ترجع كذا اليوتيوب دون ما نعاقبك، لا ما يرضون متابعينك والله ما يرضون، والله العظيم والله ما يرضون يا بدران، عسى ما يزعلون هلا علي والله العظيم. ممكن تطلع افكار شيطانيه قدام، سن الرساله ننتظر رده يوم يومين، ما عندي مشكله ما عندي مشكله، راح انتظرك يا رجل لين 7 ايام قدام، ننتظر نرجع لك. طيب السلام عليكم يا جماعه الخير، قررنا اليوم نتواصل مع بدران، راح نبدا الحين. السلام عليكم. الله عاد بدران جماعه الخير من الناس اللي لا اله الا الله لو صار اي شيء على طول يتواصل معي على طول. عليكم السلام اهلا. هذا الرقم حق النادي اتوقع، هذا الرقم ما ادري انا متواصل معاه على رقم النادي اتوقع. كيف حالك؟ انا تواصلت معك واتس، هو عنده شو اسمه، عنده تمارين شخصيه يا جماعه الخير وعنده مشتركين. خير تفضل، حد الان مشكله الواتس ما انحلت. اخوي انا صاحب الاعلان تمام، اسمك بالخير تمام الحين يا جماعة الخير بروح بدر ما يعرف سولي بلاكر تفضل. اسمي فهد، اسمي فهد والله ظلمناك، اي واحد اسمه فهد انا اسف والله والله يا فهد انك شخص لطيف ولكن حبينا نغير شوي. اسمي فهد، حياك الله بكتب له حياك الله. اخوي انت بدران، انت كيف ابدا دقيقه كيف ابدا عيال دقيقه، ابغى اخليه يخش رابط ثواني، ابغى اجيب له رابط يخشه. بعطيك صوره التيشيرت. اوكي اوكي اوكي، بعطيك صوره تيشيرت، تيشيرت اللي احنا مسوينه، هذه بس البدايه يا جماعه الخير، باقي كله راح يكون فويسات. ابيك قيمه قيمه وتسوي له اعلان. ايوه من هنا نبدا، من هنا من هنا. طيب روح يا جماعه الخير شو نجيب؟ تيشيرت. اي تيشيرت؟ هو التيشيرتات فولكر براند او بدران، وش براند حقه؟ طيب خلينا نقول تيشيرت. اي تيشيرت؟ ادخل امازون بسم الله. هذه تيشيرتاتنا، تبي اعلان براند ملابس؟ اي نعم اي نعم استاذي بدران، اي نعم هذا هو، اي نعم هذا هو. برسل لك رابط، الحين بقول برسل لك الرابط اللي فيه كل شيء تمام. دقيقه انا برسل اي رابط، اي رابط بدران عارفه زين والله العظيم ما يفهم في امور الهاك. طيب مره بدران برسل له دقيقه رابط، بشيل اشياء منه، نشيل حر، نحط هنا نقطتين نقطتين عشان يشوف امازون، بعد حط نقطتين نسوي كذا ننسخ، نجيبه هنا نحط الرابط وننزل. طلع لا 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 أيوه. هذه يا رجل خلني اجيب، خلني اجيب ايميل يوسف طبعا، الايميل حق يوسف ما يعرف بدران والله ما يعرف، انا اعرف اعرف بدران زين. ايوه هذا حق يوسف، يا سلام. هذا اللوجو ولا ايش اسم البراند؟ اخوي هذا براند، وين اللوجو وش اسم البراند؟ كل شيء في الرابط، الرابط هذا. انتبهوا يا جماعه الخير لو صارتكم اي شيء انتبهوا من الروابط. جبت لها ما يعرف ما يدري والله العظيم انه ما يدري، والله اني اعرف بدران خويي اقسم بالله انه ما يدري ايش رابط. شنو فيه الرابط؟ فيه البراند حقنا كامل وسكريبت، اسم البراند وش كنت كاتب للعيال، وش كنت كاتب للعيال تكفون. ايوه شركتنا اسمها مورنينج. لا باقي جديد في السوق، خاف خاف من روابط، خاف غريبه بدران يا ويلي بدران اول مره يخاف. ادخل ما راح ياخذ منك وقت، شوف ها على والله تطور بدران، اتذكر اول يدخل اي رابط ليه حذرته. ادخل شوفه على السريع، على السريع نبي اعلان للعيد، اعلان للعيد تونا. الله دخل يا عيال لا يمكن، يا سلام يا بدران الحين ابدا التهديد اهلي. لا لا دقيقه اخوي ما يمدين العيد، رقمك سعودي على ما تشحن الكويت خلص العيد. لا 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 يبديك يبديك يا قلبي يبديك، لا تستعجل يبديك، لا تستعجل لا تستعجل. والرابط ما في شيء اساسا بلغوا يا الله اني اسف يا اخوياي. اللخم اللخم يا عيال، بقول لك كيفك كيفك طيب، حط تمام امورك تمام. الحين يبدا تسجيل اصوات عيال. الو 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 السلام عليكم. عفوا قاعد تستعبط انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ايش فيك انه ما يسجل؟ دقيقه اوكي يا جماعه الخير بغير صوتي الحين بدخل عليك. كاتب لي عفوا قاعد تستعبط انت. اهلا وسهلا استاذ بدران، كيف حالك يا شيخ؟ طيب ان شاء الله، اتفقنا كلمه شيخ ما نقولها. مرحبا ومسهلا حياك الله اخوي، كيف حالك؟ طيب جهازك بالكامل تهكر من الى يا عيال يا عيال بدران يا عيال بدران والله يا جماعه الخير انا اعرف خويي زين يتوتر من الامور ذي. مرحبا ومسهلا حياك الله، كيف حالك؟ طيب الله يسعدك اخويا. انت من وين؟ كيف انت من وين؟ اعرف كل شيء عنك. المهم يا بدران انت اول سويت شيء اخ يا عيال
يا ويلي والله هو موثني. مرحبا أخوي. لا لا أنا ما وصلت لجهازك، أنا وصلت لأشياء كثيرة عندك، منها أمورك البنكية، منها برضه يا الله يسلمك تسجيل كاميرات المراقبة اللي عندكم في البيت، والشيء الثاني برضه الله يسلمك اللي هو يخص ولا بتعرفها بعدين، ولكن راح أطلب منك مبلغ أوكي. إذا أنت بتدفع هذا المبلغ راح أفك عنك كل شيء وراح أنهي الموضوع هذا، والمبلغ هذا راح يكون يعني مبلغ بسيط بالنسبة لشخص مثلك. جماعة الخير، ما أدري أنا قلت لكم ولا لا، طلبت من نايف، قلت ميد نايف راح أبغاك تسجل لي مكان كاميرات المراقبة. راح نايف جاب الجوال وثبته بكاميرات المراقبة وقاعد يصور كأنه في كاميرات مراقبة قاعدة تصور في البيت. طبعا هوية بدران، أمور البنكية كلها عندي، اللي أنا اللي كنت مصلح له الأدسنس قبل فترة. بلوك طيب أنا أوريك. طيب بلوك، طيب دقيقة ثواني نجهز المقطع. أنا بينا مستندات صور فيديوهات بدر. أعطيه أول تهديد كان جالس يا جماعة الخير في الكافي، تمام اسمع الصوت، كان جالس في الكافي مع مدري كافي المهم نايف مسجل لي الصوت. عندي بس تدريب أونلاين مسوي أنا حق الطلبة المبتعثين والطلبة اللي ما يعرف يعني يتمرن بالنادي. يا سلام بدران. بقول هذا مين؟ هذا مين؟ طير زين مبلغ، ها مبلغ مين والناس نايمين؟ وش ما فهمت مبلغ الناس نايمين؟ طير زين حط اهتمامات. ايوه بقوله لا تخاف عاد هو كل حياته برا البيت، منصدم الحين ما يدري من اللي سجل له المقطع، ما يدري شلون جبت الفويس هذا. هكر يا اخي، اللمبه الخضراء ما له دخل. طيب بسم الله. اهلا وسهلا، انت نايف؟ لا ماني نايف الله يسلمك. المهم انا اخترقت جهاز ربعك كلهم، كانوا جالسين فاتوقع في ديوانيه، ما ادري انت في نادي اكسجين، اتوقع اكسجين زي كذا. اللي اخترقته كان في المنطقه هذيك، ولكن اللي حاب اقول لك يا استاذ بدر، تقدر تدفع فلوس او لا؟ والله العظيم عندي اشياء اكثر من هذه، قسم بالله العظيم اكثر من مقطع الفيديو، اشياء ممكن تصدمك والله العظيم. اذا تبي هويتك برضو ارسلها لك، اذا انت تبغى بطاقه البنك ارسلها لك، وش تبي؟ طيب اسمع بعطيك شيء يعني، ولكن مو الحين. لا مو الحين جماعة الخير، كاميرات المراقبه راح اخليها في الاخير. ثواني كاميرات المراقبه في الاخير يا عيال، لانها راح رايه تلعب. خلني ايش تبي يخلص؟ 10000؟ لا بقول له 1000 دينار. دينار كويتي؟ 1000 دينار كويتي ترى تعادل يمكن 13000 ريال. وش؟ واذا تبغى انزل لك في السعر ان شاء الله بنزل لك، ولكن يعني انت اللي تبي. برضو اذا هي مو موجوده عندك تقدر تدفعها اقساط. لو معي 1000 تشوفني سويت اعلان، من الممكن عادي، ولكن تبغى اقصدك ما في مشكله، انا راح اتساهل معاك لاني والله احب اتابع محتواك. يعني انت من الناس اللي ما شاء الله يعني يفتح النفس، فانت اذا تابعته محتوى حلو يعني. عبالك الدنيا سهله؟ يلا اخترقت حول لي فلوس احول لك. تبي فلوس؟ عطني بيانات حسابك البنكي. هنا الذكي يا بدران، شوفوا يا عيال كيف الاستدراج، انتبهوا ترى هذا الاسلوب ممكن يجيكم ترى من شخص ثاني غيري، تمام؟ معليش حسابي البنكي ما اقدر، ولكن راح اطلب منك بالبيتكوين، عندك محفظة بيتكوين تحول لي عن طريقها؟ اقصاد شنو حمار انت؟ لا نفس. لو سمحت حبيبي بدران الله يسلمك، هذا والله من حبي لك، تمام؟ لو ما تحترم نفسك قسم بالله العظيم الانفض كنف، تفهم حمار والكلمات السوقية هذه ما احتاجها عندي. مع نفسك والله ما احول لك. يقول مع نفسك والله ما احول لك. طيب استاذ بدران، تعرف هذا ايش؟ اخي يا بدراني. بدران الله يسلمك حبيبنا، انا والله العظيم اني ما ابغى استمر زيادة، هذا ما تعرف وشو، هذا كاميرا المراقبة اللي عند بيتكم اللي حاطينها، ولا ابغى استمر معك زيادة، وبعدين يعني ما ابغى يعني فهمت اوترك، والعيد قريب، وش رايك؟ 10000 او معليش 1000 دينار رايك؟ اوكي ما يبي برضو صامل. طيب ما في مشكلة. الهاكر اول شيء اعطيته وشو اول شيء تسجيل صوتي، تخسي وتعقب. هو خيار سليم، لو طحت في الموقف انتبهوا، طبعا مالك شيء عندي، ولكن هو خواف، كيف راح اخوفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب وجهك. طيب استاذ بدران السلام عليكم، انا ما ابغى اطول معك، ولكن هويتك اللي تبدا اقول الرقم. طيب ما ابغى ادخل جوا، ولكن راح اقول لك الله يسلمك، وش رايك اخذ فلوس الادسنس حقت اليوتيوب؟ رايك؟ الحين يتوتر، قبل 3 ايام مصلحين له شغله حقت الفلوس. ثاني زياده على كذا، طيب اسمع، ترى مراقب جهازك وشايف قبل يومين داخل انت على الادسنس، صح مسجل دخول؟ ترى والله العظيم لا ادخل واحط بطاقتي واسحب فلوسك كلها، هذا انا اقول لك من الحين، يا تحول ولا قسم بالله العظيم، ها علي بالحرام لا اجيبك يا ولد، لو انك فخر الدنيا واخذ فلوسك. هذا مو بيمار، هذا رشاش. حبيبي مالك شيء عندي، قلب وجهك. تمام ابشر.
الكلام اللي تقوله صح، بس الحين اغير كل المعلومات. تمام تمام بالتوفيق. برجع له يا جماعه الخير بعد يومين. الحين انا ما عرفت لك تحبني وتبي تضرني. اي واضح انك خايف. واضح انك خايف. لا لا اخوي خلاص، اتوقع انك خلاص خلاص. اوكي اوكي اشوفك على خير. تامر شيء ولا ايش؟ جماعه الخير بدق عليه. بدق عليه حسيت توتر. والله حسيت توتر. بدق عليه بدق عليه. لوك ما في مشكله. اقول له ما في مشكله. مشكله اتصل لك. اتصل لك ما في مشكله. عندك رقم سعودي؟ اعرف صوتك انا. ها يومين مخرجني. اعرف صوتك انا من؟ لا 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 لا, لا. من انا؟ طيب يلا اوكي عرفت صوتي. طيب من انا؟ يلا ما قد قابلتني ولا مره. صوتي ليكون من انا؟ طيب لا والله صوتي متغير. والله وترني يا عيال. يسجل صوتي يا عيال. يسجل صوت. يسجل صوت بدران. ثواني ثواني عيال. انا بدران ويندوز وشفت ودي ويندوز شفت ودي. اشوف بدران ويندوز. والله جاء شفت ودي ويندوز شفت ودي. من ذا؟ من ذا قلت له؟ اضحك عيال الاصملبة. حس توتر. دقيقة دقيقة اضحك. تعرفني وما تعرف بيوار سبحان الله. يا بدران يلا صار يعرف. انتو سامة يما يما صابتي. اي والله ليه وسامة ليه وسامة. بقول من ذا؟ بجحد بجحد. من ذا؟ من ذا؟ ايش تقول حبيبي؟ واتساب مقلب واتساب وصوت هاكر. منو غيرك يسويها؟ منو الصيدة؟ من ذا؟ من ذا؟ وشو؟ اخ يا بدران. اه يا عيال خرب. قسم بالله العظيم خرب. اني اضحك فجاه غلا. اقول لك لا ممكن. عيب عيب احد يسب ولا يتكلم كل لحم. طيب لهنا جعت خير. وصلنا نهايه المقطع. انتظر الشخص الثالث. والله ما توقعت بدران داهيه لهالدرجه. حط صورته بعد حكات. المهم لهنا اشوفكم نهايه. مع السلامه جعت خير.